يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أنه يغير مكانه بعد الفريضة لأداء السنة الراتبة؟ هذا نعم ثبت من حديث معاوية رضي الله عنه، نهينا عن وصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، فلا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة، إما بكلام وإما بانتقال، سواء انتقل في ناحية المسجد أو انتقل يعني خرج من المسجد.